تاني ايه ورجعت لكم باكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين. يا رب كلكم تبقوا في احسن وافضل حال. النهارده هنعمل غدا حلو قوي سهل جدا، طريقه جديده قوي قوي، يمكن يكاد جديده على بعض الناس فيكم، بس عايزه اقول لكم الطريقه تحفه تحفه تحفه، وكمان اقتصاديه قوي قوي قوي. مش هنصرف اي فلوس النهارده، يمكن كلنا نصرفه حاجات بسيطه غدا النهارده وعشا النهارده. يعني انا شخصيا ما تعداش ال 15 جنيه. ايه يا ترى الاكل ده؟ تعالوا مع بعض نشوف ايه هو الغداء بتاعنا السهل البسيط. بس في بدايه الفيديو ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب، واذا انتوا جداد على قناه بيت العيله واكلات نرمين ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه علشان كل ما اعمل وصفه حلوه توصل لحضراتكم. يلا بينا نشوف الغداء. اول حاجه طبعا فيديو النهارده يعتبر فيه وصفتين، طبعا اللي تعجب حضرتك فيها خديها، بس بصراحه الوصفتين كانوا اجمل من بعض. معانا ميه على البوتاجاز عادي خالص من الحنفيه، هنجيب فيها كميه البطاطس اللي حضرتك تحبيها يا ست الكل، ونقشر البطاطس ونغسلها ونقطعها مكعبات. احنا عايزين البطاطس بتاعتنا تتسلق كويس قوي، يعني 100%، وهنحط عليها شوية ملح ونسيبها تتسلق. هنيجي بقى فاكرين فيديو التجهيزات اللي احنا عملناه مع بعض بتاع الفراخ؟ دي الكبد والقوانص كانت بتاعت الفراخ، طبعا انا طلعتها من التلاجة تقريبا من نص كيلو لكيلو الا ربع. هنعملها بطريقة حلوة قوي قوي، جميلة جدا جدا بجد صدقوني. طبعا انا ما اشتريتش حاجه، كل اللي اشتريته جبت كيلو تفاح، اخدت منه تفاحيه، عشان كده بقول لكم غدا النهارده مش هيتعدى ال 15 جنيه، وشلت الباقي في التلاجة لاولادي ياكلوه. الكبده طبعا بعد ما نقعناها في الجنزبيل والملح والليمون شويه شطفناها شطفه. هنا انا بوريكم البطاطس بتسلق، هلم الريم دوت على جنب نشيله. نيجي بقى للكبد والقوانص بتاعنا، قطعنا عليها فصين من الثوم وقرن فلفل سبايسي، ممكن تقدروا تبدلوه بقرن فلفل بارد، وهنحط عليهم فلفل اسمر وكمون وسنه جنزبيل وسنه قرفه وشطه اذا انتم حابين. وصفه النهارده بجد رائعه، ملح طبعا حسب رغبتكم في الاكل. هنعصر ليمونه حلوه كده كبيره، لازم لما نيجي نعمل كبد والقوانص نحط عليها سنه قرفه وسنه جنزبيل وعصره ليمونه. عمرك ما تشملها ريحه زفاره وطعمها فوق الرائع، بجد تحفه 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 بجد رائعه. طبعا يستحسن نلبس كلافز علشان الكبده ما تزفرش، الكلافزات البلاستيك دي رخيصه جدا، هاتي مثلا ربع كيلو وخليهم عندك. هندعكها كويس ونركنها على بعض، نركنها اسفه على جنب لمده ما يقلش عن نص ساعه او ساعه. طبعا معانا بصلايه حلوه كبيره، هنقطعها شرايح زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنرصها في ارضيه الصينيه، ده اسمه طاجن كبد وقوانص بالتفاح، حلو قوي. هنقطع قرنين فلفل سبايسي، وهنجيب التفاحيه بتاعتنا. احنا هنستخدم بس في الوصفه دي تفاحيه واحده، انا جبت كيلو تفاح اخدت تفاحيه والباقي شلته. هنشيل طبعا قلب التفاحيه زي ما حضراتكم شايفين. هتقولوا تفاح يا نرمين في الكبده، بجد جربوها طعمها رائع، يعني بجد عشاق بقى التفاح بالقرفه طعمها فوق الرائع، كانك بتاكلي حاجه حلوه. هنقطع التفاح بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده ترانشات، اي تقطيعه تحبيها، يعني التقطيعه دي طبعا على حسب ذوق حضرتك. طبعا هنا البطاطس بتاعتنا انا بوريكم ان هي لازم تتسلق سلق كامل، يعني سلقيها قوي يعني طبعا التفاح بتاعنا اتقطع خلاص اهو، اتقطعنا التفاحية بتاعتنا. طبعا اذا كمية الكبدة زادت بنزود طبعا التفاح والبصل والفلفل. هنرش حطينا طبعا رق بصل في ارضية الصينية بتاعتنا، وهنحط رق من التفاح، وطبعا الكبد والقوانص بتاعتنا الجميلة اللي نقعناها ساعة الا ربع او نص ساعة او ساعة على حسب طبعا ما صبرك يسمحلك. وهننزل بقى برشة قرفة على الكبدة، وهننزل برشة جنزبيل صغنونة، وهننزل بالفلفل بتاعنا السبايسي، طبعا زي ما قلت لكم حابين تبدلوه بفلفل بارد مفيش مشكلة. وهننزل طبعا برشة بصل، وبعدين يعني رق ورق، وننزل برق من التفاح اهو. بجد الوصفة رائعة، الريحة خطيرة، يعني كانت الريحة قلب البيت، بجد بجد طعمه تحفة حرفيا. هننزل بقى برشة قرفة، انا بعشق القرفة، القرفة حلوة قوي يا جماعة بجد حلوة، حاولوا ضيفوها على قد ما تقدروا في الاكل، مفيدة جدا للمعدة، يعني القرفة من الحاجات الجميلة. هنبتدي بقى نغلف الطاجن بتاعنا كويس قوي بورق الالومنيوم، طبعا الفرن في الوقت ده قايد على اعلى درجة حرارة، يسخن قوي ندخله رف اوسط على اعلى درجة حرارة ونسيبها في الفرن نص ساعة. نيجي للبطاطس بتاعتنا اتسلقت، هنطلعها بمصفى كده نصفيها تماما من الميه، نتاكد تماما ان هي ما فيهاش اي نقطه ميه، لان لو فيها ميه وصفتك هتبوظ، تاكدي تماما ان ما فيهاش ميه.
طبعا بهراسة ممكن تهرسيها، بهاند بلندر زي كده ممكن تهرسيها، بشوكة ممكن، اي وسيلة متاحة عندك ممكن تهرسيها. المهم نهرسها كويس قوي، نخليها عجينة. طبعا انا هنا استعنت بالهاند بلندر وهرستها بيه اهو، نهرسها كويس قوي. بصوا انا يعني متعمده ابطئ الفيديو في الحركه دي علشان تشوفوا ان انا عايزاها مهروسه قوي، ميبقاش فيها اي تكتلات خالص. الوصفه دي جميله جدا، ممكن تاخدوا وصفه البطاطس تعملوها سندوتشات للانش بوكس لاولادكم في المدارس، حلوه قوي قوي قوي. يعني في بعض المحلات بنشتري قطعه البطاطس بقد كده. بعد ما هرسنا البطاطس كويس قوي هننزل عليها بمعلقتين نشا او 3 معالق، على يعني على ما انا هنا عامله كيلو الا ربع من البطاطس اخدت معايا 3 معالق. ممكن حضرتك هتكتري البطاطس هتاخد معاكي لحد ما تربط معاكي تبقى عامله زي العجينه، بس مش عجينه عجينه، هتشوفي قوامها دلوقتي. هنزل عليها بفصين من الثوم وفصين وقرنين فلفل سبايسي. انا هنا بقول سبايسي، ممكن حضرتك تستبدليه بفلفل بارد لو انتم مش بتحبوا الحاجه سبايسي. هنزل عليهم برشه كمون، هنزل عليهم برشه فلفل اسود، هنزل عليهم برشه شطه. طبعا لو مش حابين الشطه في الوصفه دي تقدروا تستغنوا عنها تماما، يعني هي مش اجباري. هنزل عليهم بقى بعودين بقدونس وعودين كزبره، ودت البطاطس في حته تانية، الطعم كان رائع بجد تحفه. انا بنتي فاض منها، بنتي اخدت معاها المدرسه الصبح، هتطلع واحدتين في اللانش بوكس بجد تحفه. اهم حاجه يعني ايه الخضره ما يكونش فيها ميه، يعني لما نغسلها نصفيها كويس من الميه عشان هنحط بيض فما يزفروش. هجيب بيضتين بقى هنحطهم، انا هنا عامله زي ما بقول لكم كيلو الا ربع من البطاطس. لو حضرتك هتكتري تقدري تكتري البيض، يعني البيض ده براحتك، ممكن تحطي بيضه ممكن تحطي 2 3 على حسب طبعا امكانياتك الماديه. طبعا هنا حطيت بيضتين، هبتدي اهرسهم كويس قوي. انا عايزه ادخل كل المكونات في بعض برضو بالهراسه بالهاند بلندر بتاعي، وهبتدي اهرس كويس، انا عايزه كله يخش في قلب بعضه. يعني بصوا اهرسي كويس، بصوا ده القوام اللي انا عايزاه. ايه لو حسيتي ان هي طريه معاكي سيكه وعايزه شويه نشا ما يضرش، حطي شويه نشا. طبعا هتجيبي طبق تحطي فيه شويه ميه وتبلي ايدك ميه كانك بتعملي طعميه بالظبط، وزيت مش كتير يعني شويه زيت صغنونه حضراتكم شايفين في الطاسه. بناتي حبايبي قلبي ربنا يخليهم لي بوظوا لي الطاسه. هتجيبوا طبعا شويه زيت صغننين ومعاكي طبق فيه شويه ميه وبلي ايدك ميه وكانك بتعملي طعميه. بصوا اهي سهله بسيطه بجد رائعه تحفه، مع طبعا طبق كاتشب بقى ولادك هيدمنوها. وده كده كان شكلها غدا النهارده، ما اخدش وقت طبعا، ما كلفناش حاجه خالص. او انا عارفه ان البطاطس غاليه كيلو ب 12 جنيه، بس بجد حلوه يعني هتمشي يومك، ممكن تنفع وجبه غدا كده بس تعملي جنبها طبق سلطه وتبقى وجبه غدا، يعني تبقي مشيتي بيتك مثلا ب 20 جنيه، اتغديتوا ب 20 جنيه. ممكن نستغني عن الكبد والقوانص، وطبعا لو حابين الكبد والقوانص ممكن نجيبها جنبها. يعني زي ما بقول لكم الفيديو بتاع النهارده يعتبر فيه وصفتين، حبيت اطلع لكم بيهم الاثنين مره واحده بحيث اي فكره منهم تعجب حضراتكم تقدروا تنفذوهم. انا عارفه طبعا ان الدنيا غاليه جدا الايام دي، فتقدري تنفذي وصفه الكبد والقوانص لوحدها، تقدري تنفذي وصفه البطاطس لوحدها. طبعا ايهما فيهم تفضليهم، وبالف مليون هنا وشفا مقدما على قلوبكم اذا جربتم الوصفه وعجبتكم. طبعا طاجن الكبد والقوانص بالتفاح خرج من الفرن، بصوا شكله، الريحه حرفيا خطيره، ريحه تحفه يعني تحفه. انا وانا بصور الفيديو فعلا ما كنتش عايزه اسيب الاكل، بجد رائع جميل جدا. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم وما كنش رخم على قلوبكم. بعد ما عملنا الاكل الحلو السهل البسيط اللي مش هياخد منكم وقت خالص، جربوا الكبده دي بالطريقه دي مش هتندموا ابدا ابدا. طبعا لو حضراتكم بتفتكروا فيديو الفراخ اللي جبناه وجهزناه، ال4 فرخات تقريبا او ال5 فرخات طلع منهم الكبد والقوانص، انا طبعا شلتها في الفريزر وقلت اعمل بيها وصفه في يوم تاني. طبعا جه وقت طبعا الوصفه عملتها، عايزه اقول لكم الطريقه تحفه، وعملنا جنبها بطاطس بالطريقه دي، حلوه قوي قوي، ولادك هيحبوها جدا هيدمنوها. وغدا النهارده ما كلفناش اي حاجه خالص. تعالوا نشوف البطاطس بتاعتنا الجميله دي، بصوا عامله ازاي. بصوا عايزه اقول لكم ريحتها خطيره،
طعمها تحفه. ودي الكبده، كبده بالتفاح يا نرمين، جربوا وانتوا مش هتندموا. عايزه اقول لكم التفاح بالقرفه موديها في حته تانية خالص. بصوا الجمال، بصوا الصوص بتاعها، بجد رائعة. طبق كامل متكامل، تعالوا ندوق مع بعض. اهم حاجة ما تنسوش تحطوا قرفة في التفاح، بيوديها في حتة تانية خالص. بجد طعم الاكل تحفة، والاهم من ده كله مخالفناش حاجة خالص. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم وقدرتوا تستفادوا منه. اذا جربتوا الوصفه وعجبتكم ما تنسونيش طبعا في التعليقات وتقولوا لي جربتوها وكان رايكم فيها ايه. ما تنسونيش طبعا في اللايك حلو منكم وتعليق، طبعا عايزه اقول لكم تعليقاتكم دي بتفرق معايا جامد. واشوفكم في اكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين، وباي باي.